اسمع هيكملوا شي جوج ثلاثة تكملوا شي جوج ثلاثة ماشي لعب الاخر تبقى غادي معاه خلي واحد وحده اللي قدام كيصوت خيا غديروا غير جوج نقصوا غادي حتى الدور الاولى ديروها بواحد صافي ما تجيوش الدور الثانية تلاق داكشي اللي عندك تلقوا داكشي ما داير غادي ندير الاول جوج إذن تجاهد الكبار حتى المرتبة الأولى في السباق يعني جوج دورات حتى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة منظمين والجماعة اللي كانوا اللي شاهدوني لا تشكركم بزاف ولا يعني السباق كما درتي درتي واحد الخطه واعره انك هربتي من الدراري وبقيتي غادي مرجع جريت في الاول وفرقتهم بزاف غادي غير على خاطري وسميتو شنو السنه انت خلق فيها 2008 اين دوار وادك اقل من 15 دوار دوسي دوار دوسي ايوا بصحتك اسيدي المرتبه الثانيه اجل باقي جيتي في المرتبه الثانيه شنو اللي وقع ما جيتيش في المرتبه الاولى كيف حسيتي في راسك كان عندك النقص داك البلاصه ياك تما كان عليك تحيد السوق تخلي السوق ديالك في الدوره الاولى كنتي في الدوره الاولى اش من مرتبه كنتي انتي غادي بجد ما بقالكش السوق فين تكمل ياك هادو الامور ان شاء الله غتستافد منهم وتمشي مزيان خصك توعدنا انك غتمشي مزيان في الالعاب القوى وتكمل ان شاء الله ياك هاد الجزئيات غتخدم عليهم مزيان شنو تقول للصحافه اللي جات اليوم وتغطي ومن خلال المنبر ديال لاراش انفو كذلك لاراسبو انه غيشوفوك بزاف ديال الناس في الاقليم وفي الجهه واللي مالا وطنيا شنو ممكن تقول لهم من دوسي انت شنو الرساله اللي تبغي توصل الامكانيات اللي كاينين هنا وحنا جرينا اليوم المنطقه شنو غتفسقد كنتوما كابطال باش تنافسوا شنو غتبغي تقول للناس المسؤولين باش يوقفوا كان فول الطريق راه صاد هاي باش تسقلوا الموهبه ديالك شي كازو شي ملعب القول شي ملعب الكرة وشي كان فول دابا انت فين كتعلم الرياضه انت هذا الشيء اللي السؤال اللي بغيت فين كتعلم هذا الشيء في الدوار ياك في المناطق تخيل لو انه توفرت لك الامكانيات وكان واحد المركب فيه التدريب فيه التدريب فيه انت واش كدرب بوحدك مزيان كدرب بوحدك كدرب بوحدك انت يا لا ما دريت لا كره كندي ما انت هاك كتلعب كره ولكن ما كتجريش خصك تبقى تدرب تجري بوحدك ولا مع مجموعه وديك شي بوحدك المرتبه الثالثه 13 جيت المرتبه الثالثه حتى هي مرتبه جد مهمه وكملتي السباق كذلك جوج دورات وكانت فيه صعوبه والطقس ياك تزيد باش تولي في المرتبه الاولى جريتي في الاول فرصتي بزاف هذه في التوصيات اللي ممكن باش تمشي في الالعاب القوى مزيان ضروري ديك الطاقه اللي عندك في الجسم خاصك توزعها على المده الزمنيه اذا مشيتي مزيان في الاول غاتمشي في المرتبه الاولى ولكن ما تقدرش تكمل واذا بقيتي لاخر عاوتاني يسبقوك بزاف ما تقدرش تلقى لهم مزيان هاد الافكار هادو ان شاء الله تخدم عليهم وتدربهم وتمشي مع الاصدقاء ديالك ولا في المدرسه ولا اي مجال تفتح لك تمشي فيه مزيان ياك هاد الصحافه اللي حاضره معنا مشكوره من العرائش انهم غيشوفونا بزاف ديال الناس وغيسمعونا بزاف الناس منهم المسؤولين عندك شي طلب ممكن تقولوا للمسؤولين باش هي شكرا منصور لك كذلك بالنسبه للمسؤولين اللي مسؤولين على الرياضه اللي خصهم يوفروا لنا الملاعب واللي يوفروا لنا كذا واش عندك شي رساله ليهم الكامبوات مزيان الكامبو يكون في غادي الكره القدم ولا يكون في الالعاب القوى كره القدم فقط انت كتجري العاب القوى يكون جري ويكون ياك يكون عندنا مزيان خصو ضروري يكون في الكوبانيه ولا ماشي مشكل فين ما كان فين ما كان يكون اكل المهم اساس خصو يستافدوا من الناس ديال الاخرى اللي لاحظتي في السباق ديالك ضروري نديرو قاصح جاتك المسافه طويله بزاف شويه صافي ولكن واخا واخا وقل لي وبالنسبه كيفاش كان المنافسين اللي كانوا معك ما احتكيتيش معاهم يعني ما وقع لك شي معاهم اصطدام معاهم ولا عند الظروف المناسبه في